قال إلى الجهة التي وجهتني إليها. قال أبو الصلت الهروي: خرج الإمام الرضا وهو مغطى الرأس فلم أكلم حتى دخلنا الدار، قال لي: غلق الأبواب، فغلقتها. رمى الإمام بنفسه على فراشه لأنه قد أنهكته علة السوم. خرج أبو الصلت إلى صحن الدار حزينا باكيا كئيبا على حال الإمام، ونحن أيضا نشارك أبا الصلت الهروي إمامنا ملقا على فراشه. قال: بينما أنا كذلك وإذا بصبي سباعي أو سداسي، قلت له: من أين دخلت الدار والأبواب مغلقة؟ قال: إن الذي جاء بي من المدينة إلى أرض خراسان قادر على أن يدخلني الدار والأبواب مغلقة. آجركم الله. وإذا يقول له أمنا، قال: أنا حجة الله عليك، أنا محمد ابن علي. وإذا به يدخل على أبيه الرضا، لما رآه الرضا قال أبو الصلت: وقف الإمام الرضا وقام عن فراشه واحتضن ابنه الجواد، ثم رمى بنفسه مرة ثانية على فراشه. أيوا إمامه، أيوا سيداه، ما زال الإمام يوصي بوصاياه إلى ابنه الجواد عليه أفضل الصلوات والسلام، وأن يأخذ في جهازه وتغسيله، وأن يصنع كما يأمره. آجركم الله إلى أن أكمل الوصايا. يا ابني الصلح فضهايا، يا بعد أهلي ولصيام. نعم، يوصيه من ضمن هذه الوصايا: أوصاه بالأيتام، أوصاه بالأرامل، أوصاه بشيعة أبيه. يا ابن الصلح فضها، يا بعد أهلي ولصيا، وتكفلي بكل أرملة وجملتي ليتا، وتكفلي بكل أرملة وجملتي الأيتا. انت الخلف بعدي، يا بعد أهلي وليما، الله إليكم من بعد عيني وليا، ولا من تغسلني وتكفني يا طاهر، بعد الغسل شيع الجثة المقابر، وبلغ سلام لشيعتي غايب وحاضر. ترى يا ابني كبد مفتتة، يا ابني علي، يا ويلي أنا وحدي أموت بسمي الأرجاس، لكن جدك لو نظر عماك العباياس، مرمي يا ويلي على الثرى
جثة بلا را حولها رجال مطرحة مثل الضحية، أجركم الله حتى عرق جبينه وسكن أنينه ومدد يديه وأسبل رجليه وأطبق فاه وغمض عينه، ثم فاضت روحه الطاهرة الشريفة. أين المنادي وإماما؟ نعم أنت شيعة الإمام، الإمام غريب ما في داره أحد من أهله غير ابنه الجواد، أين المنادي وإماما؟ أين المنادي وسيدا؟ أخذ الإمام الجواد في تغسيله كما أمره أبوه وتجهيزه، أراد أبو السلط الهروي أن يساعد الإمام، قال له تنح يا أبا السلط فإن معي من يعينني، يعني الملائكة، فإن معي من يعينني. يا ويلي لجرد أبوه ابن الرضا ساعتي التغسيل، جرد أبوه ابن الرضا ساعتي التغسيل، وبيده الطاهر غسله ولف بالكفايا وخلى على حاله وطلايا صفوة الرحمايا، شاع الخبر مات الرضا وما جت خراسايا، للرجال تهرع والحريم تصيح بالوه، شاع الخبر والحزين خيم على طول، طلعت رجال الحكم كلها منكس الروح والكل يلطم هامته ريس ومريوم، وعرش العلي لولا الجواد يسيخ ويمي، وعند الدفين جال الجواد وعاينوا ليا، بيده الطاهر نزله ودمعاته هموله، اتصور غرب الارجال ولا حمولايا، وما حد حضر لا من بني الزهر البهالي الا يا طوس ضمتي بدور من آل عدنايا، فستي بقبرة وارتفع عليك بالملاشايا، يا طوس ضمت المفاخر والفضايا، وبحفرتك علم الأواخر والأواي، صرتي البدر المصطفى يا تالي المنازل، بيك اختفى واظلم هوانا ورجلك ونلت الفخر يا طوس من بدر نفل بي، والخلق من كل النوايا حيت اعتني ليك، يشبه الوادي المقدس صار وادي، يخلع على اليطوب بذاك المكه
قالت بابن موسى الفخاير كل جمعت غصبا علي ابن الرجيس قطع مهجته لكن بلا تكفين عاري ما تركت يا عتبوا على اللي برضها ظلوا بلا جفه الا اعشب الوادي وارتحيت يومي لفاني وتحركت تعظيم لجله لجل مين ما كاني يا صاحب العيس يحدي في أزمتها اسمع وأسمع غدا يا صاحب العيس.